بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله التلمساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتقدم معنا أنه ذكر أن ظهور اللفظ له أسباب، وتكلمنا على السبب الأول وهو كون اللفظ حقيقة، وعلى السبب الثاني وهو الانفراد في الوضع، ووقفنا عند السبب الثالث وهو التباين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال التلمساني رحمه الله: السبب الثالث التباين، وفي مقابلته الترادف. اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. فيقول أصحاب الشافعي: الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح: الصعيد التراب. وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عندنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف، وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مبايناً للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. نعم. قال رحمه الله: السبب الثالث، يعني من أسباب ظهور اللفظ، التباين. والتباين معناه تعدد اللفظ والمعنى، أي أن يكون اللفظ متعدداً وأن يكون المعنى أيضاً متعدداً. وذلك مثل قمر ومطر، فهما لفظان متعددان، وكل واحد منهما له معنى. ومثل كتاب وقلم، فهما لفظان متعددان، وكل واحد منهما له معنى، وهكذا. فالتباين معناه تعدد اللفظ والمعنى، ويقابله الترادف. فالترادف هو تعدد اللفظ واتفاق المعنى، وذلك مثل سيف
وصارم ومهند، فهذه ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد وهو الآلة التي يقاتل بها. والأصل في الكلام هو التباين، أي أن يكون اللفظ متعدداً والمعنى متعدداً. ولهذا قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. ومعنى ذلك أنه إذا احتمل اللفظ، إذا احتمل اللفظان التباين واحتمل الترادف، فإننا نحملهما على الأول أو على الثاني، نحملهما على الأول وهو التباين. فإن قلت لماذا الأصل في الألفاظ التباين وليس الترادف؟ فالجواب على ذلك أن التباين فيه زيادة معنى بخلاف الترادف، فإن اللفظين أو الألفاظ تدل على معنى واحد. فإذا هذا هو الأصل. والمقصود بالأصل في كلام في قول المصنف رحمه الله: اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة، لأن الأصل لفظ مشترك بين عدة معاني، والمراد به هنا لأحد هذه المعاني وهو القاعدة. وما فائدة هذا الأصل؟ فائدة هذا الأصل كما تقدم معنا أنه إذا تردد اللفظ بين أن إذا تردد اللفظان أو الألفاظ بين أن تكون مترادفة أو أن تكون متباينة، ولم يوجد دليل يدل على أحد الأمرين، فإننا نحمله على التباين، لأن هذا فيه زيادة معنى. أما إذا وجد دليل يدل على الترادف فإننا نحمله على الترادف، لأن هذا هو الأصل، أو لوجود الدليل على ذلك، لوجود الدليل على ذلك. ومن قال قولاً خالف فيه الأصل فإنه لا بد أن يقيم على ذلك الدليل. ومن الأمثلة التي يذكرها الأصوليون لللفظ أو لللفظين اللذين يحتملان الترادف والتباين ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقوله النهى يعني وأولو النهى، والنهى جمع نهية، والنهية هي العقل. فيقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي العقول. وقوله الأحلام، هل المراد بأولي الأحلام هنا العقلاء، أو أن المراد بهم البالغون؟ هذا اللفظ وهو أولو الأحلام يحتمل هذين المعنيين، فهو يحتمل أن يكون المراد به العقلاء، ويحتمل أن يكون المراد به البالغون. وإذا أردنا أن نعمل الأصل السابق، إذا أردنا أن نطبق الأصل السابق وهو أن اللفظ
إذا احتمل أن اللفظين إذا احتمل التباين والترادف فإننا نحملهما على التباين. إذا طبقنا هذا الأصل على هذا الحديث فإننا نقول أولو الأحلام هنا المراد بهم ماذا؟ المراد بهم البالغون، لأننا لو فسرنا أولي الأحلام هنا بالعقلاء لكان ذلك مرادفاً لقوله أولو النهى. والأصل في الألفاظ هو التباين وعدم الترادف. والمصنف رحمه الله فرع على ذلك مسألة، وقبل أن نأتي لهذه المسألة أنبه إلى أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الترادف في لغة العرب قليل، أن الترادف في لغة العرب قليل، وأما الترادف في القرآن فيقول هو نادر نادر، والنادر أقل من القليل، فيقول الترادف في لغة العرب قليل، فهو لم ينكر وجوده لكنه أثبته على وجه القلة. وأما في القرآن فهو نادر، ولهذا لا يوجد لفظان يؤديان المعنى نفسه تماماً، بل لا بد أن يوجد بينهما فرق. فمثلاً سيف ومهند وصارم، هذه الألفاظ الثلاثة وإن اشتركت في أصل المعنى إلا أن كل واحد منهما يدل على معنى لا يدل عليه الآخر. فسيف يدل على الذات التي يقاتل بها، على الذات المعروفة التي يقاتل بها أو يقتل بها، وصارم يدل على معنى زائد وهو القوة، ومهند يدل على معنى زائد وهو أنه مصنوع في الهند. فلا يوجد لفظان لكل واحد منهما يؤدي المعنى الذي يدل عليه الآخر تماما، وإن كان يتفقان في أصل المعنى. وتفسير الألفاظ الموجودة في القرآن إنما هو على وجه التقريب والبيان، وإلا فإنه لا يوجد لفظة تؤدي المعنى الذي يدل عليه اللفظ القرآني لنفسه. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى الفرع الذي ذكره المصنف رحمه الله. قبل أن نأتي إلى هذا الفرع أيضاً أنبه إلى أمر مهم، وهو يتعلق بقول المصنف رحمه الله اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. أنبه إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يعنى بأصول المسائل لأن ذلك يضبط له العلم، فإذا عرف الأصل في كل باب من أبواب العلم فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون علمه منتظماً ليس مضطرباً، وهذه فائدة. فائدة أخرى أنه يعمل الأصل عند وجود الاحتمال والتردد، وهذه فائدة من جهة الترجيح والعمل. فإذا قرأت باباً من أبواب العلم فاحرص على أن تعرف الأصل الذي تؤول إليه مسائل هذا الباب، لأن كل باب له أصل يجمع الفروع التي تدخل تحته، سواء أكان ذلك في أصول الفقه أم كان في الفقه أم كان في غير ذلك
من أبواب العلم. ولهذا المصنف رحمه الله مر معنا مرارا أنه في بداية المسألة يذكر ماذا؟ يذكر الأصل، ومعرفة الأصل لها فوائد، منها أولا انتظام العلم في ذهن طالب العلم وعدم اضطرابه، لأن من ليس عنده أصل يعتمد عليه فإنه يخبط خبط عشواء، فمرة يذهب يمينا ومرة يذهب شمالا ومرة يصيب ومرة يخطئ. وأيضا من فوائد الأصل أنها تعين على الترجيح عند حصول التردد. ذكر رحمه الله فرعا وهو: هل يجوز التيمم بما عدا التراب مما على الأرض أو أنه لا يجوز ذلك؟ وهذه المسألة فيها خلاف شهير بين الفقهاء بعد أن اتفقوا على أنه يجوز التيمم بالتراب، فهذا محل لاتفاق بين العلماء. وما عدا التراب كالرمل ونحوه هل يجوز التيمم به أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجوز التراب بكل ما صعد على وجه الأرض سواء أكان تراباً أم كان غيره، وهذا هو مذهب المالكية وهو لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على هذا لو أن إنساناً تيمم برمل فإن تيممه صحيح. القول الثاني أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أنه يجوز التيمم بالتراب وكل ما كان من جنس الأرض كالنورة مثلاً، فإنه يجوز التيمم بها على هذا القول، وهذا هو مذهب الحنفية. أما ما كان ليس من جنس الأرض كالنبات والحجر فلا يجوز عندهم التيمم به. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. المصنف رحمه الله ذكر القولين الأولين فقال: ومثاله، يعني مثال تقديم التباين على الترادف عند حصول التردد والاحتمال، ما احتج به أصحابنا أي المالكية على أن التيمم عام بكل ما صعد على وجه الأرض، يعني سواء أكان تراباً أم كان غيره مما هو صاعد على وجه الأرض. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أنهم قالوا الصعيد هو كل ما يصعد على وجه الأرض لأنه مشتق من الصعود، وبناء على هذا فإن من تيمم بشيء على وجه الأرض فإن تيممه صحيح. يقول المصنف رحمه الله: والصعيد مشتق من الصعود إلى آخره. هذا الكلام ماذا يريد أن يبين به المصنف؟ يريد أن يبين به وجه استدلالهم بالآية، فيقول: الصعيد مشتق، الصعيد يعني في الآية مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض.
القول الثاني أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب، وهذا عرفنا أنه مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فنص على التراب. ومفهوم هذا الوصف أن ما عدا التراب لا يجوز التيمم به، فما عدا تربتها ليس لنا طهورا. يقول المصنف: فيقول أصحاب الشافعي، يعني وأصحاب الإمام أحمد رحم الله الجميع، الصعيد مرادف للتراب. هنا المصنف رحمه الله لا يريد أن يذكر دليلهم، وإنما يريد أن يذكر جوابهم عن استدلال أصحاب القول الأول. فيقول أصحاب الشافعي وكذلك أصحاب الإمام أحمد: الصعيد مرادف للتراب. فقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني تيمموا ترابا، فالصعيد مرادف للتراب، بمعنى أنهما لفظان ومعناهما واحد. فليس الصعيد عندهم كل ما صعد على وجه الأرض، وإنما الصعيد هو التراب خاصة. واستدلوا على ذلك بلغة العرب، وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله في قوله: وقد قال صاحب الصحاح، وهو إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب المعجم الشهير المسمى بالصحاح، قال صاحب الصحاح أي الجوهري: الصعيد التراب، يعني في لغة العرب. وصاحب الصحاح عندما يبين معنى الصعيد يبينه من جهة الشرع أو من جهة اللغة؟ يبينه من جهة لغة العرب. وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. وقوله وهو من أهل اللغة، هذه العبارة يريد أن يقوي بها أصحاب هذا القول مذهبهم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قوله حجة في اللغة، فما دام أنه من أهل اللغة فإنه يحتج بقوله في اللغة. قال: الصعيد لا يقع إلا على التراب. وأي العبارتين أدل في كون الصعيد بمعنى أي العبارتين أقوى في كون الصعيد لا يقع إلا على في كون الصعيد هو التراب خاصة، عبارة الجوهري أو عبارة الشافعي؟ عبارة الشافعي، لأن هذا الأسلوب يسمى عند العرب بأسلوب الحصر. قال: الصعيد لا يقع إلا على التراب، بمعنى أن ما عدا التراب فليس صعيدا. فإذن أصحاب هذا القول جعلوا الصعيد والتراب متباينين أو مترادفين، جعلوهما مترادفين، أي أنهما لفظان يدلان على معنى واحد. وكيف يجيب أصحاب القول الأول عن هذا الدليل أو عن هذا القول؟ يقول المصنف رحمه الله: والجواب عندنا، أي المالكية، لأن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به
من غير اعتبار هذا الاشتقاق، بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. خلاصة هذا الجواب، وسنأتي لبيانه بالتفصيل إن شاء الله، لكن خلاصة هذا الجواب أن المالكية يقولون القول بأن الصعيد والتراب معناهما واحد هذا ترادف، والأصل في الألفاظ هو التباين وعدم الترادف. فهذا الجواب هو بمعنى القاعدة التي ذكرها في أول كلامه، وهو أن الأصل في الكلام التباين وعدم الترادف، وما ذهبتم له فيه حمل لللفظ على خلاف الأصل وهو الترادف، وما كان على خلاف الأصل فهل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل إلا إذا وجد دليل على ذلك. هذا هو حاصل الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله. بعد أن عرفنا زبدة هذا الجواب فلنأتي إلى تفصيله. يقول الجواب عندنا أن الصعيد إذا صدق على التراب، يعني إذا صح إطلاقه عليه، فإما وإما، يعني فلا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين، أو كما عبر في آخر كلامه نقول لا يخلو من تقديرين، لأنه قال في آخر الكلام لماذا؟ ها؟ قال وعلى التقدير الثاني. فإذن يقول إذا صدق الصعيد على التراب فإنه لا يخلو من تقديرين. التقدير الأول أن يسمى التراب بالصعيد لأن التراب صعد على وجه الأرض، هذا التقدير الأول، وهو قوله فإما أن يسمى ماذا؟ التراب، لأنه أيضا الضمير هنا راجع إلى التراب، لأنه صعد على الأرض. وعلى هذا يكون الصعيد والتراب متباينين، لأن الصعيد يطلق على التراب ويطلق على ما عدا التراب كالرمل والحجر ونحو ذلك. فعلى هذا التقدير يكون الصعيد والتراب متباينين، لأن الصعيد كما يطلق على التراب يطلق على غيره مما صعد على وجه الأرض. هذا التقدير الأول. وهذا التقدير فيه اشتقاق للتراب من الصعود، هذا فيه التفات إلى الاشتقاق، فسمي التراب صعيدا لأنه صعد على وجه الأرض، وهذا فيه التفات إلى اشتقاق التراب من الصعود. التقدير الثاني أن يسمى التراب صعيدا من غير اعتبار لهذا الاشتقاق، يعني من غير اعتبار للصعود، بل يسمى التراب
يسمى التراب صعيدا كما يسمى ترابا من غير التفات للاشتقاق الذي هو الصعود. هذا هو التقدير الثاني. وبناء على هذا فإن الصعيد والتراب يكونان متباينين أو يكونان مترادفين، بناء على هذا يكونان مترادفين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وعلى التقدير الثاني، وهو أن التراب ليس مشتقا من الصعود، يلزم الترادف وهو خلاف الأصل. وإذا كانت التراب والصعيد، إذا كان هذا خلاف الأصل فإن التراب والصعيد متباينان، وإذا كانا متباينين فإنه يترتب على ذلك حكم المسألة، وهو أنه يجوز التيمم بالتراب ويجوز التيمم أيضا بما صعد على وجه الأرض. يقول: فوجب كون، يعني بناء على التقدير الثاني وأن التقدير الثاني يلزم منه الترادف وهو خلاف الأصل، قال: فوجب، يعني بناء على ذلك، كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب. وإذا كان متباينين فإن معناهما متحد أو مختلف، فإن معناهما مختلف، لأن الصعيد يصدق على غير التراب أيضا. ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، يعني وجب اعتبار اشتقاق التراب من الصعود كما هو التقدير الأول أو التقدير الثاني، كما هو التقدير الأول. وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. وإذا صدق أن كل ما على وجه الأرض صعيد فإنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. وهذا هو مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قبل أن نخرج من هذا الفرع أنبه إلى عبارة للمصنف رحمه الله في قوله: فوجب، في آخر الجواب قال: فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب. لماذا جاء هنا بكلمة لفظ؟ لماذا لم يقل فوجب كون الصعيد مباينا التراب؟ لأنه معلوم أن الصعيد مباين التراب، والكلام هنا إنما هو من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ. ولهذا قال: فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب. فعبر باللفظ لأن حقيقة الصعيد والتراب متباينة، والكلام هنا إنما هو في اللفظ. هذا هو السبب الثالث، وهو التباين. ونحن عرفنا معنى التباين، وهو أن التباين معناه تعدد اللفظ والمعنى. وبناء على هذا لو أن أحدا قال: التباين هو اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد، كما صنع المحقق هنا، فهل هذه العبارة دقيقة في تفسير التباين؟ هذه العبارة تفسير للتباين أو تفسير لشيء آخر؟ تفسير لشيء آخر، وهو المتباينان. المتباينان، فاللفظ المباين أو اللفظان المتباينان هما كل لفظين متعددين لمعنيين متعددين.
السبب الرابع من أسباب ظهور اللفظ الاستقلال. نعم، قال رحمه الله: السبب الرابع الاستقلال، وفي مقابلته الإضمار. اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلاً لا يتوقف على إضمار، ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقاً لقوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال. نعم، اللي قال رحمه الله: السبب الرابع الاستقلال، وفي مقابلته الإضمار. الاستقلال معناه دلالة اللفظ على المعنى من غير حاجة إلى إضمار، هذا معنى الاستقلال، دلالة اللفظ على المعنى من غير حاجة إلى إضمار. ويقابله الإضمار، وهو دلالة اللفظ على شيء محذوف، دلالة اللفظ على شيء مقدر في الكلام. والأصل في الكلام هو الاستقلال، بمعنى أن الكلام إذا احتمل الاستقلال، أي عدم تقدير شيء محذوف، واحتمل أن يكون فيه شيء محذوف، فإننا نحمله على الأول أو نحمله على الثاني. نحمله على الأول، وهو أن الكلام ليس فيه شيء محذوف، فهذا هو الأصل. ولماذا هذا هو الأصل؟ قالوا: لأن الإضمار يخل بالفهم، يخل بالفهم عند السامع، والمتكلم يريد الإخلال في فهم السامع أو لا يريد؟ لا يريد الإخلال في فهم السامع، ولهذا قالوا: الأصل في الكلام الاستقلال، أي أنه ليس فيه شيء مضمر فلا يحتاج إلى تقدير. ولا يحمل الكلام على الإضمار إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك. ولا يفهم من هذه القاعدة أن الإضمار ليس موجوداً في لغة العرب، وليس موجوداً في كلام الشارع، بل هو موجود وهو كثير، ويعتبر أحياناً من محاسن الكلام، لكنه ليس هو الأصل، بل الأصل عدم الإضمار. ولا يحمل الكلام على الإضمار إلا إذا وجد دليل على ذلك. ومن أمثلة الكلام الذي فيه إضمار قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار. هذا الكلام فيه شيء مضمر، ما هو؟ كلمة مرور، يعني يقطع صلاة الرجل مرور المرأة والكلب والحمار، والمسألة فيها خلاف المشهور عند الفقهاء، والمقصود هنا التنبيه على أن هذا الكلام فيه الإضمار. يقول رحمه الله: اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلاً، يعني ليس فيه شيء محذوف، لا يتوقف على إضمار. قوله لا يتوقف على إضمار هذا تفسير لقوله: ها مستقلاً،
لأن المستقل هو الذي لا يتوقف على إضمار. وقد عرفنا السبب في كون هذا هو الأصل، لأن الإضمار يخل بالفهم. والمصنف رحمه الله ذكر فرعا ينبني على هذا الأصل. قبل أن نأتي لهذا الفرع نسأل، هل هناك فرق بين الإضمار والحذف أو أنهما بمعنى واحد؟ والجواب على ذلك أن طائفة من أهل العلم يرون أن الإضمار والحذف بمعنى واحد، والمصنف رحمه الله نفسه هنا في آخر كلامه في الجواب، انظر إلى آخر كلامه، قال: الجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فجعل الإضمار والحذف بمعنى واحد، والعطف هنا من باب عطف المترادفين. ومن أهل العلم من يفرق بينهما، فيقول: الحذف راجع إلى أمر لغوي، والإضمار راجع إلى أمر شرعي. وهذا التفريق إذا سلم به فإنه لا يترتب عليه ثمرة. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى الفرع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو حكم أكل لحوم السباع. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين: القول الأول أن أكل لحوم السباع حرام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو رواية عند وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذه الرواية هي الأقوى عن الإمام مالك، وإن كان المشهور عند المالكية الرواية الثانية التي سيأتي لذكرها. هذا هو القول الأول، وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فهذا صريح بأن أكل كل ذي ناب من السباع، سواء أكان من الطيور أم من غيرها، فإنه حرام. هذا صريح في التحريم لقوله حرام. يقول المصنف رحمه الله: ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا، يعني في الرواية التي ذكر ابن دقيق العيد أنها هي الأقوى عن الإمام مالك وفاقا لجمهور الفقهاء، على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. القول الثاني في المسألة أنه لا يحرم، أن أكل كل ذي ناب من السباع حلال، وهذا رواية عن الإمام مالك شهرها المالكية، واستدلوا على ذلك أو أجابوا على ما استدل به الجمهور بأن قوله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام فيه لفظ مقدر، والتقدير أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام. أكل مأكول يعني ما أكلته أو ما أكله كل ذي ناب من السباع حرام. فيقولون هذا الكلام ليس مستقلا، وإنما فيه لفظ مقدر،
والجمهور يجيبون على ذلك بماذا؟ بأن الأصل الاستقلال وعدم شيء محذوف في الكلام. والمالكية يقولون هناك دليل يدل على هذا التقدير، يدل على أن الكلام، على أن الحديث فيه شيء محذوف، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية حرم ما أكل السبع، فقال ما أكل السبع ولم يقل السبع، فتكون يكون هذا الحديث موافقا في دلالته لما دلت عليه الآية. لكن الجمهور يجيبون عن هذا بأن الآية تدل على حكم والحديث يدل على حكم آخر، فالآية تدل على أن ما أكله السبع حرام، والحديث يدل على أن السبع نفسه حرام. يقول رحمه الله: فيقول من يخالف من أصحابنا. وقلنا هذا القول هو المشهور عند المالكية: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث السابق، ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والجواب عند الأولين، يعني عند جمهور الفقهاء وبعض المالكية، أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية، إذا حملنا الكلام في أي شيء في الحديث على ما يوافق الآية السابقة المعهودة، يلزم الإضمار والحذف. فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام. فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال وعدم الإضمار. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة فيما وقفت عليه الحافظ بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله في التمهيد، وقرر ما ذهب له لجمهور الفقهاء، والرواية الثانية عن الإمام مالك رحمه الله. هذا ما يتعلق بالاستقلال. وعرفنا أنه ليس معنى هذه القاعدة أن الإضمار لا يعمل به، بل الإضمار يعمل به إذا وجد الدليل على ذلك. أما إذا لم يوجد دليل على ذلك فإن الأصل في الكلام عدم الإضمار. ومن الأمثلة على هذا نذكر مثالا في الإضمار الذي دل عليه الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله لا صلاة هنا لا بد فيها من إضمار، لأننا لو لم نضمر شيئا في الكلام لكان الحديث موافقا للواقع أو مخالفا له. مخالفا للواقع، لأنه يوجد هناك من يصلي ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الصدق، فهنا لا بد من الإضمار، أليس كذلك؟ وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الكلام فيه
شيء مقدر. ما هو هذا التقدير؟ فحلق. فإذا الإضمار قد يوجد ويعمل به إذا دل عليه الدليل، وهذا كثير في القرآن وفي السنة وكذلك في لغة العرب، لكنه ليس هو الأصل، إذ الأصل في الكلام الاستقلال. والشارع، وانتبه إلى هذا، الشارع إذا أضمر في الكلام شيئا فلا بد أن يذكر دليلا على ذلك. إذا أضمر في الكلام شيئا فلا بد أن يوجد دليل يدل على الشيء المضمر. لماذا؟ لأن الإضمار يخل بالكلام، وإذا أخل بالكلام يكون فيه بيان أو لا يكون فيه بيان؟ لا يكون فيه بيان، والشريعة جاءت بيانا للناس، كما قال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، وكما في قوله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس الآية. فإذا أضمر شيئا في الكلام فلا بد أن يكون هناك دليل يدل على الشيء المضمر، حتى لا يكون الناس في عماية، حتى لا يدع الناس في عماية الجهالة. السبب الخامس، كم بقي من الوقت؟ بقي 10 دقائق. السبب الخامس التأسيس. نعم، فيقول المعترف من المخالفين إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوضوء، لأنه إذا قص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل به رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوضوء فلا يكون دليلا على عدمه. والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد بل الأصل في الكلام التأسيس. نعم، السبب الخامس يعني من أسباب ظهور اللفظ، يعني من أسباب كون اللفظ ظاهرا في دلالته، التأسيس. ومعنى التأسيس دلالة اللفظ على معنى جديد، هذا هو معنى التأسيس، أن يدل اللفظ على معنى جديد. ويقابله التأكيد، فالتأكيد هو دلالة اللفظ على معنى متقدم أو معنى سابق. والأصل في الكلام التأسيس، بمعنى أن اللفظ إذا احتمل التأسيس واحتمل التأكيد فإنه يحمل على التأسيس، لأن فيه زيادة معنى، وكلام الشارع يحمل على زيادة الفائدة. فإذا تعارض التأسيس والتأكيد فإن الكلام يحمل على التأسيس، إلا إذا وجد دليل يدل على التأكيد، فحينئذ يحمل الكلام على التأكيد لأنه الأصل أو لوجود الدليل. يحمل الكلام على التأكيد لوجود الدليل. وهذه القاعدة وهي حمل الكلام على التأسيس راجعة لقاعدة أعم منها، وهي قاعدة مفيدة ونافعة، وهي أن إعمال الكلام أولى من إهماله. فإذا احتمل الكلام الإعمال
واحتمل الإهمال فإنه يحمل على الإعمال لأن فيه زيادة فائدة، ولا يحمل على الإهمال وعدم الاعتبار إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك. وإذا عرفنا هذا الأصل فالمصنف رحمه الله بنى عليه فرعاً، قبل أن نأتي لهذا الفرع أشير إلى أننا عرفنا أن التأكيد يقابل التأسيس، فهو دلالة اللفظ على معنى متقدم، ونحن تقدم معنا أيضاً الترادف، فهل التأكيد والترادف بمعنى واحد أو لا؟ والجواب أنهما متباينان، فالتأكيد له معنى وهو دلالة اللفظ على معنى سابق، والترادف له معنى تقدم معنا وهو تعدد اللفظ والاتفاق المعنى. وهناك فرق بين التأكيد والترادف من حيث تقوية المعنى، فالتأكيد يقوي المعنى السابق بخلاف الترادف، فإن الترادف لا يقويه. المصنف رحمه الله بنى على هذا الأصل وهو تقديم التأسيس على التأكيد عند الاحتمال، بنى على ذلك فرعاً وهو حكم إعطاء المرأة المتعة، والمقصود بالمتعة هو ما تعطاه المرأة إذا طلقت ولم يدخل بها الزوج ولم يفرض لها مهراً، فمن طلق امرأته بعد أن عقد عليها وهو لم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً فإنه يشرع أن يمتعها متاعاً حسناً بأن يعطيها مالاً تطيب نفسها به. فما حكم هذه المتعة؟ هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن المتعة مستحبة ليست واجبة، وهذا هو مذهب المالكية، وقد ذكره المصنف رحمه الله في قوله: ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى: حقا على المحسنين حقا على المتقين. وهاتان الآيتان كل واحدة منهما وجد فيها قرينة تدل على أن المتعة ليست واجبة، فالآية الأولى القرينة فيها قوله على المحسنين، والواجب هل يختص بالمحسنين؟ الواجب لا يختص بالمحسنين بل يكون واجباً على جميع المكلفين. وكذلك الآية الثانية وهي قوله حقاً على المتقين، فقوله على المتقين هذا قرينة يدل على أن المتعة ليست واجبة لأن الوجوب لا يختص بالمتقين بل يعم سائر المكلفين. وفي هذا يقول المصنف: والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين بل يجب على المحسن وعلى غيره وعلى المتقي وعلى غيره. هذا هو وجه الاستدلال بالآيتين السابقتين، ومعنى ذلك أن الآيتين وجد فيهما قرينتان صارفتان للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أما الجمهور فذهبوا إلى أن المتعة واجبة، و
استدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. ووجه الاستدلال بذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للمطلقات، واللام هنا حرف يدل على التمليك، والتمليك فرع عن الوجوب، فقالوا أيضا الآية فيها قرينة تدل على الوجوب وهو اللام. وأما ما استدل به المالكية وأما قوله حقا على المحسنين فهذا فيه حث على الوجوب، لأن المكلف إذا عرف أن الذي يدفع المتعة يكون محسنا فإن ذلك يبعثه على أن يمتع مطلقته متاعا حسنا، وإذا علم أن الذي يعطي مطلقته المتعة يدخل في عموم المتقين فإن ذلك يبعثه على أن يمتعها متاعا حسنا، فتكون هذه القرينة مقوية للوجوب أو ليست مقوية؟ تكون هذه القرينة مؤكدة للوجوب ومقوية له. فيقول المعترض من المخالفين إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب في قوله سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا أيضا دليل آخر يدل على وجوب المتعة. قال: لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه، يعني لا يكون دليلا على عدم الوجوب، وإنما يقويه، لأن المؤكد يقوي المؤكد. هذا جواب الجمهور، لكن المالكية يستعملون الأصل السابق، وهو أن اللفظ إذا احتمل التأسيس والتأكيد فإنه يحمل على التأسيس، فيقولون لقولكم إن قوله تعالى حقا على المحسنين تأكيد للوجوب، وكذلك قوله حقا على المتقين تأكيد للوجوب، هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التأكيد، الأصل هو التأسيس. يقول المصنف: والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس. وكيف يمكن أن نجيب على جواب المالكية لهذا؟ يمكن أن يجاب على ذلك بأن الأصل متى يرجع له؟ يرجع له عند عدم الأدلة أو عند وجود التعارض، وهنا وجد دليل أقوى من الأصل، وهو قوله سبحانه وتعالى ومتعوهن، فإن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، وهذا الأصل يعارض الأصل الذي ذكرتموه، وهو أن الأصل في الكلام التأسيس. وأيضا قوله تعالى وللمطلقات، اللام تدل على التمليك، فيدل ذلك على أن المتعة واجبة، وليس المقصود في هذه المسألة الترجيح، لأنه ليس هدف المؤلف رحمه الله من تأليف هذا الكتاب، وإنما المقصود هو التمرين على النظر
والاستدلال وانتزاع الأحكام من الأدلة. وإذا تمرن الإنسان وتمرس على هذا فإنه يقوى لديه ملكة النظر والفهم الصحيح المبني على القواعد الشرعية السليمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.